أظنش سي عبد الله بلي هناك مفارقة. نتحدث عن الفكر النقدي أو تعلم الفكر النقدي داخل المدرسة المغربية، والفلسفة مغيبة عن في التدريس حتى كيوصل الطفل ولا الشاب لواحد سن معينة، رغم أن جميع الأبحاث اللي دارت والتجارب اللي اتخذت في جميع أنحاء العالم، حتى في العالم العربي، ماشي غير في أوروبا ولا في أمريكا ولا في اليابان ولا في آسيا، حتى في العالم العربي الناس كتقرر الفلسفة منذ الطفولة، يعني منذ الأقسام الأولى للتعليم. في المغرب مغيبة وكأنها غير مادة ثانوية كتجي في واحد الوقت، يعني في هذا الإطار ما يمكنش نتكلموا على وجود فكر نقدي أو تعلم للفكر النقدي، وإحنا كنحاول ما أمكن أننا نغيبوا التفكير الفلسفي، لأنه هو اللي كيعطي هذيك الميزة ديال الفهم اللي قلتي وديال إلقاء الأحكام على الأشياء. نعم صحيح. وكأننا نريد أن نخلق تلاميذ لا يطلقون أحكاما على الأشياء. نعم صحيح. أنا أشاهد لك الرأي، هو الإشكال للمسألة هذه يعود إلى ما يسمى بالسياسة التعليمية. بمعنى كاين واحد السؤال أساسي في السياسة التعليمية، شنو هو؟ ما نوع المواطن الذي نريده؟ ما هي مواصفاته؟ ما هي خصائصه؟ هل هو نسمع مثلا نريد تكوين مواطن صالح؟ كلمة مواطن صالح يقدر نسطروا عليها ونشرحوها. هل المواطن الصالح هو مواطن خاضع تابع مستسلم منهزم خائف إلى آخره؟ هذا طوارئ صالح. صالح. أو مواطن مبادر مغامر منفتح مستقل مفكر مزعج إلى حد ما بالمعنى الإيجابي، نعم، يعني يخضع جميع الأمور للشك للسؤال للنقد إلى آخره. إلى جاوبنا على هذا السؤال غادي نعالجوا هذه المسألة ديال شنو بغينا، يعني أفق هذا مرتبط بمشروع المجتمعي النقدي هو اللي مهم، شنو بغينا منه. يعني كما قلنا مع الأسف في الخطاب الرسمي كاين إشارات، ولكن على مستوى الممارسة كيديروا قيود. شنو هما هاد القيود؟ طول المقررات المدرسيه دائما نعاني، الزام المدرس وحتى في التعليم الابتدائي بما هو شكلي، قد تلقى المعلم مثلا حياته كلها كيصوب الجدادات والتوزيع السنوي والتوزيع الشهري الى اخره، خصو يرد البال للمفتش والمراقبه الى اخره، وبالتالي ما كنعطيوش، كنقول ليه علم التفكير النقدي ولكن كندير ليه القيود والشروط ديال هذاك التعليم التفكير النقدي، ما كاينش كصداد داخل الاقسام الى اخره.